اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله من خلال هذه الرسائل المتنوعه التي تقدم لكم من هنا من العاصمه المقدسه وبالتحديد من مشعر منى. اليوم متواجدين مشاهدينا الكرام في احد المراكز الكشفيه التابعه لهيئه الرياضه، ونتعرف واياكم عن اهم الاماكن واهم الامور المتواجده هنا في مقر المركز الكشفي التابع ل هيئة الرياضة، ونشوف معكم في سياق هذه الرسالة. مشاهدينا الكرام، نتعرف سويا عن الأدوار التي يقوم بها المركز الكشفي، وأيضا عن أدوار كثيرة يقدمها المركز الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن. نرحب باسمي وباسمكم بالأستاذ محمد التواجري رئيس اللجنة الإعلامية، حياك الله. الله حييك أخوي منصور، تحية لك، تحية لكافة القائمين على القناة الرياضية السعودية، تحية شكر وتقدير على تواجدكم في مقر المركز الكشفي التابع للهيئة العامة للرياضة في منطقة ومشعر منى. ونحن نستعد بإذن الله تعالى، أو دخلنا في أجواء روحانية عظيمة وهي مشاعر أو مناسك الحج لهذا العام. تسعد الهيئة العامة للرياضة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة على المشاركة في هذه المناسبة التي نعلم جميعا بأن كافة أجهزة الدولة حفظها الله، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رعاه الله، قد سخرت كل إمكانيات الأجهزة الحكومية من أجل تقديم كافة وسائل الراحة لضيوف الرحمن، وتقديم كل ما يمكن من خدمات لهم من أجل القيام بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. من هذا المنطلق تشرفت الرئاسة العامة الأول الهيئة العامة للشباب والرياضة منذ عدة سنوات، ونحن الآن نمر بالعام 41 في مشاركتها في هذه المناسبة العظيمة من خلال هذا المركز الكشفي الذي يسعد فيه الشباب السعودي بأن أيضا يتشرف بأن يقدم خدماته لضيوف الرحمن من خلال هذا المقر الذي تقدم فيه الهيئة كل إمكاناتها من أجل أن يقوم بالمهام التي وجد من أجلها. مشاهدينا الكرام، نتعرف عن دور لجنة التجهيزات وما تقوم به من قبل قائد لجنة التجهيزات الأستاذ سعد الفرج الملقب بأبو سيف، حياك الله ومساء الخير. مساء النور، يا هلا والله مرحب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المخيم 41 الهيئة. في البداية وتعرفنا وتعرف المشاهدين عن الدور والمهام التي تقوم بها لجنة التجهيزات. طبعا التجهيزات تبتدي من 17، من 17 نكون موجودين هنا نستلم المخيم ونبدأ نشتغل فيه. نهيئ طبعا، نستقبل أولا نعمل القسيل كامل للمنطقة، ونشوف موضوع السباكة والكهرباء والتجهيزات الكاملة للخيام، ثم نبدأ عاد تسليم الأرواق وما الأرواق من الوزارة، وثم نبدأ طبعا استقبال السيارات اللي جاية من الرياض واللي جاية من طبعا لا عندنا في الشرايع طبعا مجموعة في المستودعات، وفي موجود عندنا في الرياض نستلمها ونبدأ نفرش المكان. نهيئ خلال الأيام الخمس الموجود يوم 25 تقريبا من 10 25 نبدأ نسلم المعسكر لقيادة المعسكر، ونبدأ نتابع هذه التجهيزات حقتنا.
طيب ما شاء الله طيلة السنوات الماضية وأنتم تقومون بهذه الأدوار، في السنة هذه إيش اللي اختلف؟ إيش اللي شفته أنت جديد من خلال تواجدك في مشعر منى؟ إحنا طبعاً فوجئنا حقيقة بالمكيفات الجديدة، وأشكر حكومة خالد بن حرمين الشريفين على اهتمامها بحجاج بيت الله الحرام وحرصهم على راحة الحجاج في هذا المشعر الحرام. والمكيفات بالله الحمد من النوع الممتاز وجيدة جدا وسهلة، يعني مو مثل الماضي. وهالحين والله الحمد بدينا عاد نكمل في برنامجنا. نعم معنا الأستاذ يعقوب السبت قائد المركز الكشفي في مشعر منى، حياك الله ومساء الخير. أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحب بكم في المركز الكشفي 41 لعام 1437 لهذا العام. في البداية ما شاء الله تبارك الله شايفين أقسام كثيرة ومكاتب ما شاء الله متنوعة، لو بداية تعطينا وتعطي المشاهدين الفكرة مبسطة عن الأماكن الموجودة في هذا المركز. نعم، المركز قام على يعني عدة لجان. هذه اللجان منها من يعمل قبل يعني تواجد الكشافين والقادة والمشاركين في هذا المركز، ومنهم من هو يعمل أثناء المركز، ومنهم من يعمل أيضا بعد انتهاء فترة هذا المركز. فالعاملون الآن في عندنا تقريبا 10 لجان تعمل في هذا المركز، منها لجان البرامج، لجنة الدوري، لجنة التغذية، اللجنة الثقافية، الإعلام والتوثيق، لجنة السكرتارية، لجنة الساحة، قيادة الساحة، وأيضا هناك لجان عاملة خارج أسوار المركز وهي مساندة أيضا لعمل المركز. عمل اللجان عمل متكامل، كل يكمل الآخر، يعني اللجان كل لجنة لها مقرها ولها عملها في هذا المركز، وتقوم بدور رئيسي في خدمة أولا المشاركين في هذا المركز من كشافين وعاملين وقادة. هذه اللجان يجب أن على أساس أنها تقوم بعملها على ما يجب، هيئ لها المكان المناسب سواء كمكان عمل أو مكان سكني، فالجميع يعمل هنا بارتياح في مكان مهيئ. الهيئة العامة للرياضة يعني عملت من أكثر من 6 شهور للإعداد لهذا المركز، وكل عام أيضا يعملون بنفس العزم وبنفس يعني النتيجة التي يجب أن يخرج بها كشافة هذا الوطن وشباب هذا الوطن لخدمة ضيوف الرحمن. مشاهدينا الكرام، الآن نحن متواجدين في مقر اللجنة الثقافية التابعة للمركز الكشفي التابع لهيئة الرياضة، ونتعرف وياكم عن الدور الذي يقوم به المركز الكشفي وبالتحديد عن اللجنة الثقافية، ونتعرف أكثر مع الأستاذ محمد الهزاني قائد اللجنة الثقافية. حياك الله ومساء الخير. حياك الله أستاذ الكريم، وحيا المشاهدين الكرام، ومرحبا بكم في هذا المركز. أنا حياك. في البداية خلينا نتكلم عن المهام التي تقوم بها اللجنة الثقافية والدور التي تقوم به بالتحديد. بالنسبة للجنة الثقافية هي تعتبر ركيزة ضمن ركائز المعسكر الكشفي الذي يقوم على ركيزة التغذية، ركيزة الإرشاد، ركيزة المزح. من ضمن الأنشطة التي تمارس في هذا المركز اسمه ما يسمى بالنشاط الثقافي، والهدف من النشاط الثقافي زيادة الوعي لدى شباب المعسكر. طبعا نحن في هذا المركز حاولنا في هذا اللجنة أن نتنوع في الأنشطة الثقافية، فنقلناها من الأشياء التقليدية إلى الأشياء الحديثة، وضمناها بالأشياء الإلكترونية بحكم أن الشباب يحبوا الأشياء الإلكترونية. فلتلاحظون برامجنا الآن تقوم على قضية الواتس أب، مثلا نستخدم الواتس أب
نستخدم مثلا هنا لو تلاحظون، لو سمحت تلاحظون هنا قضية الباركود، حاولنا نوظف التقنية في خدمة الشباب وبما يتناسب مع طموحاتهم وآلياتهم. حقيقة من خلال التجربة مع الشباب لاحظنا أنهم يستمتعون، حتى بعض البرامج حاولنا أنهم يستخدمون مهاراتهم اليدوية، إلى وصلنا إلى مرحلة أن جعلنا الشباب يعي قضية رؤية 2030. لو تلاحظون في هذا البرنامج، شوف الآن هنا في هذا البرنامج سوف يكون هناك حوار مع الشباب حول حوار الشباب والتنمية رؤية 2030. نهدف من هذا البرنامج توضيح قيمة الشباب في هذه الرؤية التي قادتها الدولة حفظها الله، سواء على رأس الملك سلمان وولي عهده ولي عهد. فهذه هي الفكرة. بشكل سريع وبشكل مختصر تحدثنا عن الكوادر الموجودة في اللجنة الثقافية وأعدادهم. اللجنة الثقافية طبعا هي الآن موجود 3 قائد واثنين مساعدين، وهؤلاء مستمتعين في العمل في خدمة الشباب اللي متواجدين الآن في المعسكر، وعددهم قرابة 150 أو أكثر تقريبا، وهم مستمتعين في خدمة هذه الشباب طبعا بقيادة قائد المعسكر الأستاذ يعقوب السبت الله يعطيه العافية. حقيقة ما قصر معنا، وقبل هذا الهيئة العامة بذاتها ما قصرت معنا، خدمتنا بأعلى مستوى سواء ماديا معنويا لوجستيا وكل شيء، فنشكرهم حقيقة ونقدم الشكر والعرفان لهم. معنا مساعد قائد لجنة المسح الأستاذ محمد الرواشد، حياك الله ومساء الخير. في البداية أنا ما شاء الله تبارك الله يعني شايف في أجهزة إلكترونية وشايف ما شاء الله في تقنيات بكوادر مميزة، حدثنا عن الأشياء اللي أنتم تسوونها من خلال التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو عملنا يعني مساند للجنة تقنية أو لجنة المسح في لجنة تقنية المعلومات، تقريبا بعضنا يخدم بعض. لجنة المسح يعطونا المعلومات وإحنا نحولها لداتا إلكترونية. طبعا بالنهاية راح يكون المخرجات دليل مطبوع وكذلك دليل إلكتروني. والسنة هذه نزلنا تطبيق على أجهزة الآيفون، كذلك السنة هذه راح برضو نفعل الباركورد أو كيو آر ريدر اللي اعتمدته وزارة الحج في أسورة الحجاج. طيب ما شاء الله تبارك الله، شايف في شباب هناك يعني كل واحد قائم على جهاز مخصص، إيش الأدوار اللي هم يقومون بها؟ الشباب اللي شفناهم قبل شوي هذول هم أخصائي المسح، كل أخصائي ماسك منطقة. طبعا منى منطقة كبيرة، فكل منطقة مقسمة تقسيمات، كل أخصائي مسؤول عن منطقة، ينزل للميدان يجمع البيانات يجي ويدخلها في الحاسب، احنا نراجعها ونحولها الى دليل. المعلومه اللي عندي اللي انتم ما شاء الله اول مره واول سنه تستخدمون هذه التقنيه، ايش الاضافه التي قدمتها لكم؟ طبعا التقنيه اللي هي الحاسب مستخدمه من سنوات طويله، لكن احنا اضفنا السنه هذه اللي هو الويب سايت والتطبيق، فان شاء الله يعني يكون لها يعني مردود إن شاء الله ويكون مفيد إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله من خلال هذه الرسائل المتجدده التي تقدم لكم من هنا من مشعر منى، وبالتحديد من اقامه المركز الكشفي التابع لهيئه الرياض. اليوم متواجدين معكم مشاهدينا الكرام لنبين لكم احدى العمليات التي يقومون بها شباب المركز الكشفي، وبالتحديد عمليه المسح الميداني.
قبل الانطلاق والتوجه إلى العمل الميداني. هناك في أجهزة إلكترونية تسهل عليهم أعمال كثيرة. نتابع هذه الأعمال وهذه التقنيات التي يقوم عليها شباب سعودي بكوادر مميزة، أيضا لتقوم بتسهيل كافة الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن من خلال المسح الميداني والأعمال الميدانية. نتابع سويا. مساء الخير استاذ عبد الله. في البدايه احنا اول شايفين ما شاء الله في لقطات وفي شرح، لا تشرحنا ايش كنتوا تسوون اول؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كنت مع زملائي طالعين مسح ميداني اكتشاف منطقه ميناء، على اساس لو جاوا الحجاج يمدي الشباب يوصلونهم الى اماكنهم مخيماتهم. طبعا الكشاف مو كلهم بيصيرون في المسح، في ناس بيصيرون في مستشفيات، في ناس بتكون مع الأمانة، في ناس مع التجارة، يعني وكلنا بفضل الله يعني متشفقين على جية، والله أكرمنا نحن جينا ونخدم ضيف الرحمن وبس هذا. طيب احنا ما شاء الله انا شايف في فرق متنوعة ومجموعات يعني مختلفة، حدثنا عن هذه المجموعة وانت مجموعتكم من فين؟ احنا والله جايين من الأحساء تبع الطاقم الإرشادي، في شباب جايين من عسير وشباب جايين من مكة وشباب جايين من اللي هي منطقة القصيم. احنا تقريبا 8 مناطق مشاركين في معسكر كشافة، جينا في تاريخ 28/11 والمسح بيكون إلى يوم 7/12. والله هو الشعور طال عمرك أكيد في خدمة ضيوف الرحمن أكيد شعور مرويح، وأكيد أن احنا نواجه بعض المشاكل ونواجه الطيب ونواجه الإنسان اللي ما يعاملنا بالشعور اللي احنا نبيه، لكن هذا شيء دام أنه يرضي رب العالمين. حنا في خدمة مو بس الحجاج، حنا في خدمة الوطن، وإحنا إن شاء الله بإذن الله أبناء المستقبل وإحنا لها. أنت كم لك سنة وأنت تشارك في النشاط؟ والله هذه السنة الرابعة. يعني يمكن أنا أتحدث وأنا أعاصر هذا المركز الكشفي منذ عدة سنوات. تشعر يا أخي بالفخر والاعتزاز عندما تجد هؤلاء الشباب وفي ظروف يعني نعلم بأنها مناخية صعبة جدا تحت حرارة الشمس، كما تعلم بأنه هذا المركز يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى التي بدأناها منذ يوم أمس بغرة ذي الحجة، ويبدأ فيه الشباب بعملية تسمى عملية المسح، يخرجون لمسح كافة المخيمات والدوائر والمناطق الموجودة في منطقة ميناء من أجل إعداد الدليل الإرشادي الذي يتم الاستفادة منه في المرحلة الثانية، وهي مرحلة الإرشاد والتي تبدأ مع قدوم ضيوف الرحمن لمشعر ميناء وتتم عملية إرشادهم إلى مواقعهم. عندما تجد هؤلاء الشباب وشاهدناهم وقد يشاهدهم المشاهد الكريم في تقريركم لهذا اليوم، روح جميلة جدا، روح يعني تنبئ بأنه الشباب السعودي دائما شباب معطاء، شباب يسعى لتشريف وطنه، يسعى لخدمة نفسه أولا وخدمة هذه البلاد من خلال التشرف بخدمة ضيوف الرحمن، وهذا الشيء دائما يخفف عليهم يعني عبء التعب أو الإرهاق خلال تقديم خدماتهم في هذا المركز. حقيقة في ختام اللقاء نتمنى لكم مزيد من النجاح والمزيد أيضا من الأمور المباركة وأيضا الدعوات التي بإذن الله تقبل من قبل حجاج بيت الله الحرام لكم وأيضا لأبنائكم. كما ذكر في بداية التقرير، تحية تقدير وشكر واعتزاز لكم أنتم أيضا في القناة الرياضية السعودية. أعتقد بأن مشاركتكم وحضوركم وسعيكم من أجل التعريف بالجهود التي سواء تقوم بها الهيئة العامة للرياضة أو هؤلاء الشباب الذين يمثلون شريحة من الشباب السعودي، هي تحية وتقدير لكم، فشكرا على جهودكم. مركز هيئة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. عن اسمكم من فين؟ بدر ودناني، فرقة مكة المكرمة. ما شاء الله، ايش تسوي يا بدر؟
قاعد ارسم المربع اللي اخذته الان، اعطوني هو القاده وقاعد امسحه. طيب ايش هذا شايف ما شاء الله في ارقام وفي اي نعم، هذه بيانات هنا، بيان باسم المطوفه واسم الشركه، وهذه جنسيه الحجاج اللي بيستقبلهم، وهذا رقم المخيم، وهذا رقم الشارع، وهنا رقم المنطقه لان منها مقسمه مناطق، وهذه اسم المنطقه اللي هي الربوه المنطقه هذه، وهذه هواتف المطوفين. طيب كم لك سنه وانت في الشغله هذه؟ انا لي في الكشافه تقريبا 7 سنوات، لكن مع الرئاسه 3 سنوات. ايش تفرق، ايش الفرق بين السنوات اللي انت اشتغلت فيها الماضيه وبين السنه هذه؟ والله الحمد لله كل سنه في تطور من ناحيه الافراد ومن ناحيه القاده ومن ناحيه المعسكر الحمد لله. بعيدا عن هذا كله، شعورك انت وانت تخدم ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسه بلا مقابل، ما شاء الله الجهد طوال اليوم وطوال الايام الماضيه. والله شعور ما يوصف صراحه، اكلمك من قلب، يعني شعور ما يوصف، لاني يعني اهل مكه عامه تجيهم وظائف ب4 ب5000 لكن ما يروح، ويجي الوظائف هذه اللي بدون مقابل او بمقابل قليل، فشعور ما يوصف. ايش حابب تقول للشباب اللي يعني ما جربوا التجربه هذه والكشاف؟ والله المجال مفتوح للكل، واللي بيشارك يعرف المكاتب في كل مناطق المملكه، في مكاتب للرئاسه او للجمعيه. الله يعافيك. السلام عليكم. مركز هيئة التعليم. السلام ورحمة الله. نعم اسمك؟ صالح فقيه. نعم صالح. أنا عبد الحميد. طيب وش تسوي؟ احنا الحين نمسح المخيمات اللي هنا عشان إذا جاء وقت الحجاج اللي هو يوم 12 13 14 يوم 11 و12 13 نمسح وننشد الحجاج. من متى وأنتم تقومون بهالعمل وهذا التدوين وهذا المسح الميداني؟ والله احنا بدينا من يوم 1. تجمعنا في المعسكر هنا من يوم 29، في اللي جو من يوم 27 26. في مخيمات مكاتب اللي برا مكه زي عندك القصيم والحسا كمان عسير، جو كلهم من يوم 26 تقريبا 25 جو خدم ذاك الوقت. حدثنا عن شعورك وانت تخدم ضيوف الرحمن في، يعني ما شاء الله، يعني الواحد يوم يشوف الجيل وهالشباب يعني يوم يسخر طاقاته كلها لخدمه ضيوف الرحمن، شعور ما ينوصف صراحه. والله صح، شعور ما ينوصف صراحة. وأول حاجة فيه كمان شو اسمه، تكسب أجر قبل ما تاخذ مكافأة أصلا، ودعوات الحجاج، وكمان شو اسمه الابتسامة فعلا الحجاج تكفي، ابتسامة وجه الحجاج تكفي والله العظيم. والله مبسوط بس مستعد إن إيش؟ إنه يجينا الحجاج وتشوف البسط على وجه الحجاج. أنت كم لك سنة وأنت مع الكشافة؟ مع الكشافة 3 سنوات، لكن أول مرة الحمد لله إن إيش؟ جاني الشرف وطلعت مع المكتب في الحج. ما في موقف مر عليك يعني من قبل حاج او معتمر؟ لا والله بصراحه، بس الحجاج كلها في رمضان. زي ما تشوفون مشاهدينا الكرام، إحدى المجموعات التابعة لكشافة الهيئة الرياضية للقادمة من مدينة جيزان لخدمة ضيوف الرحمن في مشعر منى. خلينا نشوف معاكم إيش يسوون وأيضا عن مشاعرهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. إيش اسمك؟ أنا أحمد طالب. أحمد، أنا ما شاء الله شايف في تدوين وفي بعضهم معاه أوراق ودفاتر، إيش قاعد يسوون؟ والله هذه تدوين جميع مناطق مشعر منى، وتعمل من بداية الحج إلى قدوم الحجاج، بحيث إنه يقوم بإرشاد التأهين.
وانت ما شاء الله تبارك الله يعني جاي من جيزان ومسافات بعيده ومن وقت يعني لسه في بعض الحجاج اصلا ما وصلوا، ايش الدافع اللي خلاك تيجي في هذا الوقت وايضا تنام في منى لخدمه ضيوف الرحمن وتسوي مسح ميداني؟ والله صراحه هذا الدافع تطوعي، يعني مزروع منى من زمان يعني هذا الشيء. صراحه هذه خامس سنه ازور مكه انه في الحج، ودائما انه دافع يعني من نفوسنا كذا. والله قاعد نمسح المناطق ان شاء الله ان تكون نرشد فيها التايهين، نص التايهين في مناطقهم. مسحنا اليوم الصباح الشعيب الشرقي، والمساء نحن قادمين من الشعيب الغربي. من خلال هذه الأجواء المليئة بالعطاء في مشعر منى، وأيضا بالتحديد من خلال هذه المجموعة القادمة من محافظة الزلفية التابعة لهيئة رياض، نتعرف وياكم مشاهدينا الكرام عنهم. طبعا معكم مسلم السلامة من مكتب محافظة الزلفية، رئيس العام لرعاية الشباب. احنا الآن وصلنا من عملية المسح والمشعر منى، والآن تناقش على البرنامج، خطوات البرنامج اليوم الغد اللي هي عندنا النشاط الثقافي، عندنا الحفل السمر، عندنا عدة برامج بكرة بإذن الله راح تقدم، فنتناقش اللي موضوع بكرة. أنت كم لك سنة وأنت تعمل في المجال؟ مجال ما يقارب حوالي 8 سنوات. تبارك. طيب من خلال يعني نظرتك ما شاء الله، ويعني ما شاء الله كخبرة، إيش الاختلاف عن المواسم الماضية؟ السنة ذي اختلفت عن العام، يعني خلي السنوات الماضية. السنة ذي يعني كان فيه افتتاح شوارع جديدة، كان فيه افتتاح طرق رئيسية، يعني ميناء تتجدد سنة بعد سنة، مو سنوات ماضية. نتكلم عن العام، الآن اختلف كليا، يعني حتى مذكرات الآن هذه حقت العام تختلف عن السنة الجاي. السنة هذه احنا رايحين نمسح على مواقع جديدة. يعني أنا حقيقة في سؤال أسأله لكل واحد مشارك، إيش هو شعورك وأنت تقدم خدمتك لضيوف الرحمن؟ أكيد شعور يعني مع أن اللهم لك الحمد معرقين، لكن يعني مرتاح، لأنه أنت يكفيك لو دعوة واحدة، فيصلك باليوم كم دعوة؟ يعني لو أرشدت 30 حاج، 30 دعوة، قد واحدة منها تصيب تغنيك عن كل شيء. إيش حاب تقول لي شباب محافظة الزلفي؟ شباب محافظة الزلفي ما يعني ما اقدر اوفيهم، وش اقول يعني يكفي ان 50% لم يكن اكثر كلهم شباب كلهم مبدعين، يكفي. الله يعافيك، شاكر لك يا هلا.